مرحبا، معكم توني، واليوم رح نحكي عن GW690. هديك المرة حكينا ليه ما جبت اللايكا وشو جبت محلها. وحدة من هالكاميرتين مثل ما قلت لكم هي The Texas Leica. هاي الفوجي GW690 اسمها they call it the Texas Leica لأنه بالمبدأ هي it's like a Leica, it's a rangefinder camera, it looks basically شوي مثل اللايكا بس بطبيعة الحال حجمها ما بيشبه اللايكا بشي. رح فرجيكم comparison صغيرة بين تقدروا تقدروا حجمها لهذه الكاميرا. رح أقارنا ب SLR 35mm تتقدر تشوفوا الفرق. هون عم بقارنا بالأوليمبس OM2. سو مثل ما شايفين الحجم It's gigantic, كبير كتير الكاميرا. بس كمان منا كتير تقيل الكاميرا. بس بنفس الوقت منا كتير كبير الكاميرا. ليه؟ لأنه هاي الكاميرا بتصور medium format 6x9 يعني 6 سنتيمتر ب 9 سنتيمتر نيجاتيف اللي هو بالمبدأ إذا ما عم نحكي عن specialty cameras يعني مثل panoramic cameras هاي اللي تعتبر أكبر medium format كاميرا. يعني فيكم تقولوا قريب شوي بلشنا على اللارج فورمات زون عم نقرب لهونيك صرنا بكاميرا كتير بورتبل محمولة easy to handle منا كتير تقيلة فيك تحطها على كتفك وتكستر فيها ما في مشكلة بالموضوع. رح اخد overview عنا شوي شو فيها هالكاميرا. بالمبدأ بيجي عليها fixed lens. بس تقلكم هول الكاميرايات GW series بلشوا بالأساس كان في G690 اللي كانت تشبهها كتير شوي مور سكويرش بس انه بتشبهها كتير وكانت تجي مع interchangeable lenses يعني كانت تقدر الفيرجن القديمة منها كان فيك تفك اللنس وتغير. بعدين التقوا فوجي انه التليفوتو لنسز ما كانوا كتير عم بيبيعوا او شي من النوع وقرروا انه to go with the other option. هوليك كان في G690 وكان في شي BL بيقولون كمان 690 فيكم تلاقون online and they're very good. الفرق بسيط انه فيك تفك اللنس وقلع من ورا مثل cloth فيها تسكر تتقدر يعني بتسكرها من تحت كرمال وقت تفك اللنس not to expose الفيلم. هيدي واحدة من الريزن اللي انا ما جبت هيديك لانه هيدا الكلاث بيسكر وبيفتح كاميرا قديمة ممكن تعمل لك مشاكل. بدي شيء انا كان سيلد مسكر واقل شيء في وجع راس بالمبدأ. هلا GW690 كمان في كذا فيرجن منها في حتى في G680 وفي 670 بس رح نحكي عن 690 اللي هي فيها منها ثلاثة فيرجن في GW690 1 و 2 و 3. هاي اللي شايفين قدامكم هي GW690 version 2. التو والثري بالمبدأ بيشبهوا بعض كتير يعني زيادة عن 1 في عندك hot shoe instead of cold shoe. A couple of small details بس بتفرق عن ال 693 it is شوي اكتر بلاستيكي هيك مضخمة وفيها grip احسن شوي وفيها هون leveling بيجي هون بس بالمبدأ ما في شي وانا حبيت اللوك تبع هيدي اكتر وحسيتها more robust عن الجديدة. الجديدة حسيتها كتير بلاستيك 693. هلأ جديدة عم نحكي relevant جديدة يعني كلهم هولي بعتقد بالتسعينات اخر التسعينات وقفوا يعملون هول الكاميرات عم نحكي بال early بالثمانينات بلشوا. So ما تعتبر vintage كاميرا it's more of كاميرا قديمة. هيدي ال GW692 بيجي عليها Fujinon lens 90mm f3.5 lens مميز جدا very sharp
رائعة. بيك فوكس هون مثل ما شايفين، والبرمة تبعه تقريبا عم نحكي يعني ربع برمة فوكس من الكلوس للانفينيت. وفي إلها مثل هود بتفتحها لفوق، بس تفتحها ببين عندك الابرتشر والشاتر سبيدز، وبتغيرهم مع هالشكل من هون مثل ما شايفين. في إلها ناب لهاي، وفي إلك وحدة تحت شكلها مختلف شوي تتقدر تعرف دايركتلي اذا انت عم تحرك الابرتشر ولا عم تحرك الشاتر سبيد. الشاتر سبيد ات جوز من 500 من الثانية ل 1 سكند مع تي مود. تي مود هو شوي بيختلف عن البلب. البلب مثل ما بتعرفوا هو بيسكلي بتكبس الكبسة بيفتح الكاميرا، بس تشيل ايدك او الشاتر مش مشكلة، same thing، بس تشيل ايدك بسكر. التي مود هو بيسكلي معمول لفترات اطول، يعني اذا بدك تاخد اكسبوجر مثلا لنص ساعة او ساعة او whatever، بدل ما تكبسها وتضلك ناطر. التي مود هي بيسكلي بتاخد تكبسها مرة واحدة، بتفتح الشتر وبيضل مفتوح لحديت ما انت بالمبدأ ترجع تكبسها مرة تانية بسكر. هلا هاي الكاميرا it's a bit more complicated، معمولة بطريقة انه مزبوط تاخد الصورة بتكبسها تتاخد تفتح الشتر، بس تتوقف الشتر ترجع تسكره اذا كبستها it doesn't matter. بدك تعمل يا بدك تبرم تحرك الشتر سبيد من هون تتسكر، او بدك تو rewind مرة تانية بسكر. في كذا طريقة انا بلاقي اذا بدك تعملها تا ما تعمل to introduce shake على الكاميرا، فيك انت حطتها اكيد بطبيعة الحال على tripod اذا بتعمل long exposure، بتسكر الكاميرا تبقى بقى تاخد هيدا and then you can pocket، او فيك تبرمها مش اشكال، you will not introduce any type of shakes. الaperture على الكاميرا it goes from 3.5 ل 32 is a really really big number. يعني لهيدي الكاميرا بالاساس عملوها باليابان، كانوا تعرفوا بالمدارس كانوا دائما بيعملوا documentation للتلاميذ، وبعضهم لهلا كل سنه بياخذوا صور. So بوقتها اكيد ما كان في digital، they wanted something with very high resolution تقدروا ياخذوا الكل ويكونوا كلهم شارب وتقدر تشوف الديتيلز. That's why they went راحوا بهذا الحجم الكبير 6x9. So رح كفي ونرجع لهذه الفكرة. هاي الكاميرا فيها من فوق الشاتر ريليس بوتن، وعندك الليفر تبع هيدا، ومن حجمها لهيدي الكاميرا والنيجاتيف you have to cock the shutter مرة اثنين لتقطع الفيلم كل واحدة. to advance the film لازم تعمل مرتين تقطع الفيلم من ميل لميل. عندك هون الفيلم كاونتر، it's a big window and really nice. هون you have a small knob، وفي عندك ثلاثة options. اول option هي حاطي لك اياها ال 220، تعرفوا كان في 220 films من زمان، يعني ال negative 220 بيقدر يساعد تقريبا دبل، مش تقريبا دبل تبع ال 120. هلا ما بقى يصنعوا منه، بس ممكن تقدر تلاقي على اي باي expired 220s you can use it. so as if you اذا قررت تحط 220 بدك تبرمها من فوق لل 220. على هالكاميرا ب 220 فيك تصور بس 16 اكسبوجر. على ال 120 فيلم النورمال ستاندرد اللي بنعرفه كلنا الموجود هلا فيك تصور بس 8 اكسبوجر، يعني 8 صور بالرول. عشان هيك بدك تنتبه انت عم تصور بهالكاميرا، لانه كل كبسه حقها مصاري. 8 صور فيك تقول منيح، بس هن بيخلصوا بسرعه كتير. وكمان عنده اوبشن اللي هي هاف رول، هيدا فيلم كانوا يعملوه باليابان كمان، هلا ببطل لو يعملوا منه، اللي هو مثل اسمه هاف رول، يعني بدل ال 120 بيساع نص ال 120 رول. بهالكاميرا فيك تاخذ بس اربع اكسبوجر، اربع صور بهيدا الرول، كمان مش موجود. سو انا بالمبدا بخليه على ال 120 كل الاوقات. عنده هوت شو ماونت، وهيدا الهوت شو اتس اكس، سو يو كان easily synchronize مع الفلاش.
وهالكاميرا it's it has a leaf shutter, يعني مش حتى مثل اللايكا او مثل ما في كلوث من ورا, هيدي الشاتر بيجي بقلب اللينس. شو الادفانتج تبع هيدا الشيء؟ انه فيك تعمل سينكرونايز للفلاش على اي سبيد بدك اياها, يعني من الثانيه لل 500 من الثانيه ما في مشكله. سو يو هاف ا هوت شو هون تو هيدا, وعندك كمان هون تفتحها كمان انبوت فور ذا بي سي سينك كيبل. ذس از وات انا بستعمل بالمبدا, يو كونكت دايركتلي. Viewfinder is really clear, وفي parallax correction, يعني وقت انت تعمل بما انه range finder انت بتطلع من الجنب واللنس هون, so ما عم تقشع exactly شو عم تاخد, بس هي بتعمل شوية corrections وقت تعمل focus على شيء قريب, بيصغروا الويندو شوية تفرجيك وين الفريم تبعك. كتير كبير واضح, و range finder is surprisingly كتير 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 واضح, كتير هاي انت قدر تعمل فوكس بهاي الكاميرا, كتير رائع. من الخلف ما في شيء, في هيدا الهولدر هون بتحط الشقفة من الفيلم تبعك تتذكر شو حاطت فيلم بقلب الكاميرا. من تحت اوكي, من تحت فيها شيء كتير كتير مميز وما شايف منه انا قبل على غير كاميراز, اللي هو هيدا الشيء اللي هون. بالمبدأ هو عداد. هلا في confusion شوي, التباس بالموضوع. في عالم بيقولوا انه هيدا بيفرجيك عدد الفلومة المصورة, وفي عالم بيقولك هيدي بتضربها by 10 بيطلع عندك عدد الصور, يعني as if مصور بكل فيلم 10 صور. بصراحة بعد ما حسبت اتأكد اي وحدة, يعني مثلا انا عنديها 100 actually. هلا تذكرت انا مصور لهلا مصور فيها فيلمين, سو انا وقت جبتها كانت 186, هلا صارت 188. يعني بالمبدا هيدي انتبهنا لها سوا انا وياكم, هيدا عدد الفلوم اللي مصورين بهاي الكاميرا 188. ما كتير اذا بتفكروا فيها, لكاميرا عمرها 40 سنه تقريبا, مميزة جدا. هلا ما تاخذوا فيها كتير لانه كمان اونلاين ريفيوز بيقول لك انه فيها تكون هينه, واحد يفك الكاميرا ويرجع يسفرها, بس من حاله الكاميرا فيك تعرف تقريبا اذا الكاميرا مستعمله بشكل كتير. مثل هاي انا اتس اولموست مينت كونديشن. قبل ما نروح للخلف ورجيكم جوا, في كمان هاي الكبسه, في عالم بيفكروا انه هاي شو ما قلت تكون هاي بهالكاميرا maybe a preview or whatever. لا, هيدي هي another shutter, يعني عندك هيدا الشاتر وعندك شاتر تاني هون, بحال اذا كنت عم بتصور vertical تما تكون uncomfortable او مثلا عامل هيك مش مرتاح, انت ولقيت الكاميرا فيك تصور مع الشكل هين كتير. وفي عليها كمان lock, هيدا lock كتير مفيد, يعني بس تعم بس شوف ال lock يعني ما بقى فيك تصور, بدك تفتح وتقدر تصور, وهيدا شيء كتير مفيد على كاميرا بتصور 6x9, يعني 8 صور, ما بدك تروح صورة بالغلط. So كتير كتير مفيدة, وهيدي واحدة من الاوبشنز الموجودة على 692 و3, مش موجودة على الفيرجن 1 كمان, another thing. So بالمبدأ هيك حكينا عنا من برا كل شيء عليها, هفرجيكم من جوا كيف. إلى هون مثل ما شايفين حديدة صغيرة, بتسحبها لتحت, you pop out, بتفتحها. إذا بتشوفوا الحجم تبع النيجاتيف رح فرجيكم هيك بس للفكرة. another ال 35 مليمتر SLR أو لايك أو البدكن إياه, يعني فيكم تشوفوا حجم النيجاتيف. حجم النيجاتيف هو هيدا الويندو اللي جوا الصغير versus هيدا الشيء. اذا بشوف الفرق بيناتهم يعني تقريبا 5 فاصل شيء, قريب لست مرات اكبر نيجاتيف, و it's enormous. وشو بيفيد هذا الحجم؟ يعني بالمبدا it is
better resolution بطبيعة الحال, much more details. هيدي it's very much suited ل landscape photography, بس كمان فيك تصور فيها portraits. يعني عم نحكي 90 مليمتر equivalent, لأنه هيدي it's almost a large format, يعني medium format equivalent لل 40 مليمتر على 30 على full frame كاميرا, وال f3.5 يمكن إذا مش غلطان يمكن 1.7 equivalent aperture تبعها, so you can still shoot portraits. The only مشكلة هي إنه الفوكس closest focus distance تقريبا عم نحكي متر مش أقرب, so يعني أي ولا مثل ما شفتوا من وراء كمان simple. عندك هيدا الباك فيك تكبسه وتشده, هون مكتوب 120 بتشيله بتحطه لتاني ميل تقدر تاخد 220. بطبيعة الحال في تيك اوت سبول هلا محطوطة هون, بتفكها من تحت. هيدي إلها هول النوبز اثنين مثل سيستم اللايك اب, بتفتحها بتشدها لبرا بتبرمها بتعلق وبتشيلها من هون, بتحطها هالميل نفس الطريقة, بترجع بتحط الرول تبولك هون بتمده بتفوته. فينا نعمل another video ان شاء الله قريبا وين رح اخذكم معي فرجيكم كيف رح نصور الرول على هيدي. بهالحالة رح فرجيكم كيف to load the film بهالكاميرا وشوية صور عنه. anyways, بعد في شغلة صغيرة بدي اخبركم عنها انه شوية مميزة وانا I like it a lot, موجودة بهاي بالسرير فوجي most of them, انه مطرح ما بتحط الكاميرا ستراب عندك الاوبشن تحطهم هون وهون قدام, وهيدي كمان بالجي دبليو 692 ان 3 صار في منها اثنين من فوق, بس كمان عندك الاوبشن انه تحطها عن جنب, سو تحملها جنابه بالطول لانه كتير كبيره. انا بلاقيها مناسبه اكثر تقدر تحملها هيك بالطول وتقلا نزول بلا ما تكون هيك واللنس عم تضرب لتحت. anyways, هيدا كان الكاميرا تبع اليوم. خلي عينكم على تشانل لانه في كاميرا جديدة جاي قريبا هلا ما حكينا عنها بالفيديو قبل هيدا اللي هو الجي اس 645S اللي هي من نفس الفاميلي تبع هاي بس بتصور 645. اذا عندكم اي اسئلة بليز اكتبوهم بالكومنت داون بيلو, وتذكروا تو لايك شير اند سبسكرايب, ومنشوفكم مرة الجاي. Cheers.